الثوار الليبيون أعلنوا هذا السبت سيطرتهم على مدينة مصراتة المحاصرة منذ شهرين، إذ انسحبت منها كتائب القذافي بعد يوم دام خلف 26 قتيلا. تحرير مصراتة مكن العديد من المدنيين الليبيين وأجانب من مغادرتها نظرا للوضع الإنساني المتدهور. حدثت أشياء مرعبة هنا. لقد عانينا كثيرا في مصراتة بسبب ما حدث. عانينا كثيرا. سكان مصراتة عاشوا أهوال الحرب لأيام طويلة وعانوا من نقص الغذاء والدواء، مشاهد حزينة سترافقهم بالتأكيد في رحلتهم. الحياة صعبة في مصراتة. لم نستطع أن ننام أو أن نأكل أو أن نفعل أي شيء. لقد اكتفينا بالبكاء. الآلاف من هؤلاء اللاجئين سيتوجهون إلى بنغازي أو إلى المدن الشرقية الأخرى التي يسيطر عليها الثوار إلى حين عودة الحياة الطبيعية في مدينتهم. انسحاب قوات القذافي من مصراتة خلف أثراً طيباً في نفوس أهالي بنغازي مهد الثورة الليبية، إذ خرج المئات في مسيرات جابت الشوارع ابتهاجاً بتحرير مدينة صمدت لشهرين أمام القصف العشوائي.